ولتسليط الضوء على الوضع الصحي في قطاع غزة في ظل تفشي وباء كورونا والحصار على القطاع منذ سنوات عديدة، معنا من هناك الزميل الصحفي أيمن دلول عبر الخط الهاتفي من غزة. مرحبا بك معنا أستاذ أيمن. مرحبا بكم والتحية للمشاهدين الأعزاء في كل مكان. أهلا بكم. 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتفاقم للأوضاع، أو يعني ستكون هناك أوضاع متفاقمة لا قدر الله فيما لو استمر هذا الوباء في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية، كيف تقيمون الأمور في هذه الأيام؟ يعني الوضع في غزة واضح، والمخاطر الحقيقية التي تتهدد أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في هذا الشريط الساحلي المحاصر منذ 13 عاما، يمنعون من أكثر من 60% من المستهلكات الطبية في القطاع، كل الأبواب مشرعة صوب مأساة حقيقية في غزة إن لم يكسر هذا الحصار وإن لم تتدخل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لنجدة أهالي غزة. تحاول السلطات في قطاع غزة منع تفشي هذا الوباء من خلال تقسيم المدن في القطاع لمناطق صغيرة جدا، والتضييق أكثر على المناطق التي يظهر فيها انتشار للوباء، لكن كل هذه الإجراءات تعتبر بمثابة مسكنات آنية وليست على المستوى الاستراتيجي والبعيد. نتحدث عن أن غزة المحاصرة تعاني هذه المعاناة الشديدة، وبكل تأكيد هذا النقص في الأطقم الطبية بالأساس وكذلك في المستلزمات والمهام الطبية كله يساهم في مخاطر حقيقية. نعم. بالانعكاس بمخاطر حقيقية. لا، لكن على كيف تعمل الإدارات المعنية ولا سيما في مواجهة الجائحة، وخاصة وزارة الصحة في ضوء هذا العجز الكبير في المستلزمات الطبية والأدوية؟ يعني نتحدث عن عمل انتقل إلى مرحلة العمل الضروري في التعامل مع المرضى والمصابين بوباء كورونا. البعض تقوم بحجره في داخل المنازل وتضع حراسات أمنية على البيت وتطلب منه عدم المغادرة، والبعض لا يزال ينتظر على الدور كما يتحدثون بخروج نتيجة فحصه لمعرفة عما إذا كان مصابا بهذا الوباء من غيره. وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة حقيقة بما يتوفر إليها من إمكانيات قليلة وتكاد تكون معدومة، وأطقم طبيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بتغطية هذا العدد الكبير من السكان المتواجدين في قطاع غزة في ظل كما قلنا إمكانيات صعبة للغاية. لكن كذلك اللجان الطوارئ التي تم ابتكارها هنا في قطاع غزة تحاول المساهمة كذلك ومساعدة الأطقم الطبية الفلسطينية للقيام بمهامها للتخطي عثرة هذا الوباء العالمي الذي أسقط وأهان حكومات قائمة بذاتها في العديد من أقطار العالم. نعم، الأجهزة تحاول في القطاع فرض حظر التجوال والتخفيف في بعض المناطق وفقا لمعطيات الحالة الوبائية، كيف يتعاطى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة مع هذه الإجراءات؟ يعني هذه الإجراءات يتم التعامل معها من جانبين، ربما المقارنة ما بين غزة ودول الجوار أو الخارج في مسألة حظر التجوال تختلف نوعا ما. غزة تعاني كما قلنا حصارا مشددا، والكثير من حركة العمل الموجودة في غزة تعتمد على العمالة الفردية أو الشخصية، وبالتالي مسألة حظر التجوال بشكل كامل كما كان يجري في دول محيطة وأقطار محيطة لا يمكن أن تنفع بأي حال من الأحوال مع طبيعة غزة الجغرافية وطبيعة غزة الجغرافية وطبيعة غزة الاقتصادية. فلأجل ذلك تحاول السلطات القائمة هنا في قطاع غزة الموازنة ما بين حاجة المواطن الفلسطيني للعمل وكذلك الخشية على وضعه الصحي من جانب، وتساهم في هذه المسألة لجان طوارئ وأعمال خير أقيمت في غزة ونشأت في غزة رغم هذه الحالة من الحصار تحاول أن تسد رمق الأسر التي فقدت أعمالها اليومية المختلفة نتيجة فرض حظر التجوال المتواجد في غزة. في هذا اليوم بدأت ربما الأجهزة الأمنية بإصدار قرارات للتخفيف عن بعض المحال التجارية مع إجراء احتياطات السلامة المختلفة في القطاع، وكذلك تحديد أيام معينة
لبعض المهن وبعض السلع التي يتم بيعها لمحاولة تجنب حدوث ازدحامات في هذه المراكز التجارية والمحال التجارية. شكرا لك الزميل أيمن دلول الصحفي الفلسطيني، كنت معنا من قطاع غزة.